إذا رجعنا معكم مشاهدينا وراح نكمل مواضيعنا وفقراتنا في شاي الضحى. لقائنا القادم إن شاء الله راح يكون جدا مهم، خصوصا لما نتكلم عن الأطفال وطريقة تعاملهم مع الغير. يمكن الطفل ما عنده القدرة التعبيرية أنه يبين مشاعره سواء بالغضب أو حتى مرات لما يكون مستانس. علشان كذي خصصنا هذا الموضوع اليوم، إن شاء الله راح نتكلم فيه أكثر فاطمة مع ضيفتنا. فعلا ضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو الأستاذة لطيفة الظاهر، مستشار علاقات أسرية وطفولة ومدرب معتمد بالعلاج باللعب. صباح الخير أستاذة ومنورتنا. صباح الخير فاطمة. صباح حياك الله معنا أستاذة. وبالبداية يعني الطفل، يعني حتى قبل الهوا كنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع، ما عنده القدرة التعبيرية أنه يعبر بالضبط شنو المشكلة اللي يعاني منها، سواء كان غاضب أو حتى في بعض المشاعر اللي تكون هو مفاهمها بنفسه. فاحنا اليوم موضوعنا شويه بنتكلم عن الغضب ونوبات الغضب اللي تصير عند الاطفال، شلون نعرف ان هذا الطفل فعلا عنده هالنوبات الغضب وشلون ايضا احنا نتعامل معاه. طبعا يمكن ذكرتيها انت، قلتي في مراحل الطفوله كل مرحله غير الثانيه، يعني الطفل بعمر السنتين نوبات الغضب عنده غير الطفل مثلا بعمر 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، وفي امهات ما يفرقون بين الغضب وبين العناد. صح. فمن عمر سنه الى 3 سنوات العناد صفه ايجابيه ومهمه، مهمه يعني مرحله من مراحل الطفوله لازم يمر فيها. هذا اللي كنا قبل الهوى اللي بقول لك عنه، انه من سنه ل 3 سنوات هذه مرحله العناد. نعم. واذا الطفل ما مر فيها انا احط علامه استفهام، ليش هو مو عنيد؟ نعم. فهمتيني؟ فهذه اللي لازم الأمهات يفرقون من عمر سنة إلى 3 سنوات، توصل أحيانا إلى 4 سنوات. نعم. إنزين بدأ يكبر عن 4 سنوات وهذه الصفات ما زالت، أو السلوكيات عفوا ما زالت قاعد تكبر. نعم. معه، فمعناته هني في سلوك مكتسب يفرق عن الصفة اللي احنا تكلمنا عنها. السلوك المكتسب يبدي يطلع لنا على هيئة أشكال، منها غضب، منها عناد، منها عدوانية، منها تبول لا إرادي، منها تبرز لا إرادي، والأشكال كثيرة. فهني لازم نفهم الفرق بين الغضب العناد و و و و عادة الغضب يخفي وراه وايد أسباب. فممكن يكون في قلق، ممكن يكون عنده مشكلات كثيرة ومتعددة يعطينا اللي هي سلوك الغضب عند الطفل. فالغضب بشكل عام واضح لما تيجي لأم تقول لي ولدي عنده عصبية أو قلق، أوكي، والعصبية مرض غير الغضب. يعني الغضب يطلع لك على شكلين، إما شكل واضح. نعم. طفل يبدي يكسر، يطق، يصرخ، يعض، يعني شنو ما كان سلوك الغضب اللي هو ظاهر. نعم. أما في السلوك الثاني، السلوك الداخلي اللي يبدي الطفل يأكل بنفسه، الأهل ما يدرون شو السالفة، يبدي يصير انطوائي، ما بيروح المدرسة، ما بيتكلم، ما بي يبدي يصير عنده مثلا تدهور دراسي وغيرها، فممكن يكون عنده غضب ما طلع. عشان شي احنا دائما نقول الطفل اللي عنده سلوكيات واضحه ترى اسهل لنا كعلاج من الطفل اللي يكون يعبر عن مشاعره، على الاقل قاعد ينفس. نعم. فهذا التنفيس يخلينا نعرف هو شنو فيه. فتي الام عارفه تقول لي انا ولدي عنده حالات غضب وماني عارفه اتصرف، فهذه هي يعني جزء من اشكال الغضب. نعم. يعني انا بالنسبه لي لما اشوف طفل غاضب استغرب، لان دائما هذه الصفه او هذه المشاعر دائما نلصقها بس بالبالغين، وايضا صعب التعامل مع الغضب، يعني ان الواحد لازم يعلم نفسه شلون يسوي كنترول على الغضب، متى يعبر عن الغضب وشلون يعبر عن الغضب ايضا. لكن مع الطفل اولياء الامور شلون ممكن يتعاملون مع هذا النوع من المشاعر عند الأطفال؟ هو نوع من أنواع المشاعر. نعم. وهذا الأساس اللي احنا يمكن اللي بنتكلم عنه. نعم. أهم دور احنا نعلم عيالنا شلون يعبر عن مشاعره، وهذا يمكن أنا اللي الحين وايد تمركزت فيه في موضوع العلاج في اللعب. داخل الغرفة أول شيء أشتغل عليه هو الفيلينجز، المشاعر. شلون أعلم الطفل ترى هذا حزن، هذا غضب. نعم. هذا سعادة، هذا قلق، هذا خوف. لازم الطفل يبدي يفهم. للأسف كثير من الأهالي ما يعلمون عيالهم الفرق. نعم. يعني مثلا طفل عنده قلق يقول له وي شوفه ترى خايف خايف، لا لازم أفهمه أنه خايف ولا إحاتي، في فرق بالكلمات لما تطلع مع الطفل. عشان كذي أي موقف، أنا دائما أقول حتى بالاستشارات حق الأمهات والآباء، أي موقف يصير قدام عيالنا شرحوا تكلموا عشان يفهم الطفل شلون يعبر عن مشاعره. ويمكن قلتي كلمة جدا مهمة، قلتي احنا نلصقها دائما في البالغين. نعم. عشان كذي لازم نفهم كلنا أن الغضب هو سلوك مكتسب،
ودائما السلوك المكتسب نقدر نغيره ولا ما نقدر؟ طبعا نقدر, نقدر نغيره. ليش؟ لانه هو اكتسبه سواء من ام عصبيه، من ابو عصبي، عندهم غضب، نوبات غضب، عندهم مشاكل اسريه قاعد تنصب على هذا الطفل، فتطلع لنا عاد شنو سلوكيات مكتسبه. عشان شيء دائما نقول في المراحل الاولى من عمر الطفل اللي هو 6 7 8 الى 12 سنه احنا نقول سهل ان نتدارك ونتلاحق الطفل، لان الغضب عنده صور ثانيه مثل فيروس على قولتهم، وينتقل يطلع لك الطفل الغاضب يبدي يصير موظف غاضب، يبدي يصير زوج غاضب، يبدي يصير وعاد شوفوا شنو وين مركزه في المجتمع ويطلع لنا شخص غاضب، فنتلاحق في الاعمار الصغيره. نعم اكيد هذا موضوع الصراحه وايد مهم، خصوصا ذكرتي استاذه نقطه جدا مهمه اللي هي طبعا ان الطفل شلون يعبر عن مشاعره سواء كان حتى الخوف او الغضب، لكن الاهل مرات يختلط عندهم هذا الشيء، يكون طفل للحين ما يتكلم او لغايه الان ما يعرف يعبر عن نفسه في عمر صغير، فشلون الاهل يفرقون ما بين الاثنين ويوصلون له هذا الشعور؟ ومرات يكون من غير مبرر، يعني عند الطفل مثلا الخوف او الغضب فجاه تلقينه غاضب او خايف من شيء، فشلون الاهل ممكن يعودونه انه يعبر عن مشاعره اللي تبين هو شنو مشكلته؟ طبعا الرد نتكلم انه من عمر سنه الى الاربع سنوات راح تمر كل المشاعر على الطفل، وهني يبدي يتعلم المشاعر. شلون انا ابدي افهمه؟ كله عن طريق اللعب. ابدي احط له البلاي دو طين وارسم له المشاعر، وعاد على حسب، في ناس يتكلمون بالانجليزي، في ناس يتكلمون بالعربي، هذا خايف بس مجرد انه يسمع في هذه الاعمار. بعد عمر 3 سنوات، بعد عمر 3 سنوات راح تلاحظين انه فهم. فلما تحطي له مثلا اي شكل، سواء طبعتي له الشكل او راويتي مثلا قصه، القصص طبعا مهمه جدا، وخصوصا قصص ما قبل النوم. جدا مهمه ان الامهات يختارون في عمر السنه الى 6 سنوات القصص اللي فيها تعبير عن المشاعر، طفل معصب، سلحفات معصبه لانها ما فازت، على حسب. عاد القصص ما شاء الله قاموا يبدعون فيها، حتى عندنا هني كاتبات كويتيات تبارك الرحمن قام يبدعون. ويمكن من اهم الشخصيات اللي لازم اذكرها دكتوره هدي الفرس تبارك الرحمن، مبدعه في هذا المجال، وبدع يعني قامت تبدع في القصص اللي احنا فعلا ندورها في العلاج وغرف العلاج في اللعب. فالقصص ما قبل النوم مهمه، اقراها للطفل، تشوفينه بعد عمر السنوات يبدي يدرك. لما تقولي له وي هذا ايش فيه مثلا، يبدي يقول لك هذا معصب، هذا خايف، هذا زعلان. هذا باي عمر؟ هذا من عمر احنا نتكلم من عمر سنه الى الاربع سنوات. الادراك عنده، الادراك يبدي من بعد 3 سنوات خلاص. وفي اطفال لا اله الا الله ترى من عمر سنتين تشوفينهم يعني فاهمين كل شيء. فطبعا يفرق عندنا بالاشهر، وهذا على حسب قدره الطفل ومدارك الطفل. مع جدا مهم ان الاهل معطين الطفل مكان للحوار. نعم. يتناقشون معاه، يتكلمون معاه، يعطون الخيال الواسع، لان هذه المرحله مرحله خيال. نعم. فدورنا احنا ان نعيش خيال هذا الطفل معاه. نعم، انا دائما لما اتكلم عن المشاعر اتخيل المشاعر ان هي ريموت كنترول، وفي اكثر من زر، زر الغضب، الحزن، الفرح، الخوف، فكل زر بالنسبه للطفل علشان يجرب هذه المشاعر شيء جديد، فيعبر عن هذه المشاعر بطريقته، لكن الطفل اللي كأنه يكون متوحق بالمشاعر هذه ويكبتها، شلون ممكن أولياء الأمور يحلون هذه المشكلة أن الطفل يعبر عن نفسه، يعبر عن حالة الغضب إذا مر فيها أو مشاعر الغضب؟ شوفي إحنا في زمن زر بجوجل ممكن يعطيك وايد أشياء. صحيح. فأنا دائما أقول حق الأمهات بحثوا، دشوا الدورات. أنا عندي أمهات وأتكلم لك الحين خبرة 9 سنوات في الاستشارات، أمهات تبارك الرحمن أنا قمت أتعلم منهم. ليش؟ لأن كانوا يجون باستمرار يدشون الدورات. فالأم اللي تبي تتعلم ترى الدورات مهمة، تطور من نفسها، تطور جدا. صح. وتعطيها افكار وتبدي تفهم. احنا حتى قمنا نفرق، يعني امس كانت عندي حاله من الحالات تكلمني بالتليفون ان بنتها صديقتها من الاهل الله يرحمها توفت، فالبنت عندها صدمه. شو اللي صار؟ الاهل ما عطوها الفيدباك ان البنت توفت، مع انها كانت عايشه الصدمه. فهمتيني؟ الاهل هني لان اليد قالت لها ديري بالك لا تتكلمين لا تقولين. فانا اني بفهمكم ان ترى قبل غير عن الحين. الحين صارت في ميديا، الأطفال قاموا يدشون الميديا، قاموا يفهمون، الكرتونز تغير، قاموا يطالعون مسلسلات معنا، أفلام. فما يصير إحنا نكبت مشاعر الطفل، لازم أنها تطلع.
ولازم ان احنا نتعلم كامهات واباء بعد. يعني انا اتكلم عن الاباء والامهات، بالعكس انا الحين لا اله الا الله الحين هذه السنه بالذات شفت ان اباء وايد قام يعني يجون مع زوجاتهم في الاستشارات وفي الدورات. نعم. فاحنا نبي حتى الاب ترى هو عامل مساعد قوي للام انها يعينها داخل البيت انها تقدر تتحمل هذه النوبات وهذه المشاعر. نعم. فاحنا دائما فعلا ننصح الامهات تعلمي فنون إدارة غضب الطفل، لأن في أمهات ما يعرفون يتصرفون فيكبر يكبر يكبر دش المراهقة تبدي تشوف عاد الأشياء اللي فعلا تكون متعبة. نعم. فعلا استاذة يعني اليوم الأمهات لازم يطورون نفسهم، يعني في دورات في معلومات قاعدين نشوفها، في دكاترة حتى بالسوشيال ميديا عفوا ممكن يعطونا هذه المعلومات، لكن اليوم في موضوع وايد مهم ذكرتي التعبير عن المشاعر. احنا للأسف في كثير من الناس يعني مثلا لما الطفل يبكي يقولوا له لا تبكي، سواء بنت او ولد، انا ما اتكلم انه بالنهايه طفل، صح. فانت لا تبكي او لا تبكين او ليش تبكين بعصبيه، نبره العصبيه هو تعبير الطفل مرات يكون عن طريق البكي انه يعبر انه هو عنده مشكله. في حاله ان الطفل هذا يستمر في البكاء ونوبات الغضب، يعني من خبرتك وتجاربك يعني من خلال الدورات اللي تقدمينها، شنو التصرف الصحيح اللي لازم يسويه الاب او حتى الام؟ باختصار لازم انا اكون فاهم مشاعرك، انا ادري انك انت معصب وادري انك متضايق، لازم ابين له. نعم. هذه المشاعر، انت معصب اتكلم معاه، انت الحين متضايق معصب، خلنا نفهم ليش انت معصب، خلني اساعدك. اما اذا قلت له لا تبكي، لا تسوي هني، بلشت اعلمه انه خش بقلبك، لا تتكلم لي، حتى في المستقبل لو تصير لك ظروف لا تجي تقول لي، هذه الرساله اللي انا قاعد اوصلها. نعم. لما اي اقول له لا تبكي، والبكاء ترى حاجه اساسيه عند الطفل لانه هي اساس تفريغ المشاعر عنده. نعم. ويمكن قالت من ساعه شغله نستخدمها في غرفه العلاج باللعب الريموت كنترول، فعلا احنا نحطه ونبدا نفهم الطفل ان انا الحين بضغط عليك على زر الغضب، يلا مثل لي الحين لما تكون انت معصب شلون تعصب، شلون تعصب، فمثلا يمثل بعدين اضغط ويوقف فريز، وقف ترى انا بغير القناه، يلا اذا انت مستانس، فيبدي الطفل يعبر. هذه من الالعاب اللي جدا ترى ممتعه والطفل ما يعني عادي توصل لساعه وترى يكمل معاك ما يوقف، فحلوه فكره لعبه الريموت، والافكار عديده ومتنوعه. ومن الدورات اللي انا اقدمها كول ماما، ان حتى اخترت الاسم انها تكون الام الكول بكل شيء. نعم. في التربيه، في القعده مع عيالها، كلنا ترى عندنا عيوب. انا حتى لما يكلموني بالاستشارات يتوقعون ان انا ام وايد مثاليه ويا بخت عيالك، لا لا ترى انا كلش مو مثاليه. بالنهايه بشر يعني. بشر وما بيوصل للمثاليه، لان اذا بوصل للمثاليه معناته انا دمرت البيت كله. نعم. الوصول للمثاليه معناته انا راح ابدي امشي عيالي في عسكريه. واحد اثنين ثلاث، والطفل ابدا ما يقدر يمشي على واحد اثنين ثلاث. طبعاً. والحياه بشكل عام اذا ما فيها مرونه وفيها اغلط واتعلم واغلط واتعلم واغلط واتعلم، شلون باكر بواجه الحياه؟ طبعا. فهذه من الاسباب الاساسيه اللي تولد الغضب عند الطفل. طبعا الاسباب متعدده، وقلت لك يوصل عادي ل 70 80 سبب للغضب عند الطفل. من الاسباب الاساسيه الحمايه الزايده والدلال الزايد، يبدي الطفل لما يبي يطلع للمجتمع بعدين بالمدرسه، وين اللي دافعون عني؟ وين اللي يحلون مشاكلي؟ فما يقدر يحل مشكلته ولا عنده اتخاذ لهذه الحل للمشكله، فيبدي ينصب كغضب، فيطق ربعه، يجيب قلم رصاص ويطق الثاني، ما عنده. نعم. ما تعلم، ما اعطوا الاهل مساحه ان تعلم شلون تحل هذه المشكلات، فاتخاذ القرار، فن حلول المشكلات، الحوار مع الطفل، انصات له، احنا دائما لو نلاحظ احنا نرسل ما نستقبل. نعم. كامهات. يعني احنا وايد نعطي اوامر وايد نعطي كلام ونصايح، بس زين هو هل قاعد يرسل لنا؟ ما نعطي الفتش انه يتكلم. نعم. معنا. نعم. يتكلم جزء بس الاكبر احنا، فلا بد ان حتى لما نقعد مع الطفل نتعلم، ومو عيب كل يوم اقرا كتاب، كل يوم ادش دوره، كل يوم ادش على اليوتيوب ادور لي شيء عشان ابدي اسيطر على كلامي الزايد مع الطفل، واني ما اعطي الفرصه انه يتكلم معي، فهذه من الاشياء المهمه يعني. نعم، استاذه انا دائما لما اشوف شخص ناضج وكبير ما يعرف يعبر عن غضبه استنتج انه هو كان طفل هادي ساكت، قالوا له اسكت، لازم ما تبكي، لازم ما تتكلم، ما تبدي رايك. فشلون نحل الموضوع من الطفوله علشان يكبر هذا الشخص بطريقه صحيه، بمشاعر صحيه، يعرف يتعامل مع الحياه ومع المواقف اللي تصادفه؟ هل في علامات معينه على الطفل اللي كابت غضبه ومشاعره وعارف يتعامل معاها؟
طبعا مثل ما قلنا يمكن في البداية أشكال كثيرة. نعم. يبدي طفل يولي أمهات كثر يعني بالاستشارات، ولدي ما عنده أصلا ربع ولا يقدر أن يكون صداقات، هذه علامة أن ليش الطفل ما يقدر حتى يكون علاقات. يعني تيلي من الحالات مثلا، عندي حالات والحين قاعدة أشتغل عليها في غرفة العلاج باللعب، طفل ما عنده ولا صديق بأي لا بالعائلة. هذا الطفل اللي أتكلم لك عنه عمره 9 سنوات اللي الحين مثلا أتكلم كبار عندي. إحنا نتكلم إذا إحنا ما علمناهم ودربناهم بالصغر راح تبدأ تكون في مشكلات في الكبر. صح. فالأهل كانوا ملاحظين أن طفلي من وهو صغير مو يعني في شغلات مو طبيعية، مثلا دائما يوخر عن الأطفال، ما يبي يلعب ياخذ. فأنا دوري كأم شلون أخلطه وشلون أخليه يتعلم هذا الخلط. فمثل ما قلت يعني المشاعر إذا ما علمناها الطفل ما راح يقدر يواجه الحياة لقدام. نعم. كل الشكر لك أستاذة لطيفة، نورتينا في برنامج شاي الضحى. يعطيك العافية. الله يعافيكم. يعطيك ألف عافية. وننتقل معاكم مشاهدينا إلى فقرتنا القادمة. يعني دائما نقول بأن الورد يعطي شكل جمالي حلو، وأيضا المرأة تحب كل شيء خلينا نقول في ألوان، خصوصا فعلاً. الورد يعني لما تيجي باقة ورد هدية أنا أحسها أن هذه أجمل هدية توصل حق المرأة. فعلا يعني الورد من الأمور اللي تعطي طابع مميز وتترك بصمة إيجابية لما تعطين أحد ورد، تصنع يومه أنا بالنسبة لي. صح أكيد أكيد، لأن دائما إحنا ندور كل شيء جميل ويأثر علينا بالشكل الإيجابي. تابعوا معنا فقرتنا القادمة خاصة بالورد ونرجع لكم.